يسأل يا شيخ هذا عن الدعاء، ما فضله وما هي أوقاته وما حكم دعاء الوالدين على الولد، هل يستجاب؟ الدعاء أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة، وأن المسلم محتاج إلى الدعاء دائما وأبدا، ولكن عليه أن يدعو الله بحضور قلب، هذا أول شيء، ما يدعوه وهو غافل وساهي. ثانيا أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه وما يأكل منه وما يتغذى منه، أن يكون مأكله ومشربه وملبسه طيبا حلالا، فإن كان يأكل من حرام أو يشرب من الحرام أو يلبس من الحرام أو غذي بالحرام فإنه لا يستجاب له دعاء، ولا يغضب والديه حتى يلجئهما إلى الدعاء عليه، فإن دعوة الوالد مستجابة. ولكن على الوالد أن يحلم على ولده وأن لا يستعجل في الدعاء عليه، لعل الله أن يهديه ويرده إلى الصواب. نعم.